الاب والابن الروح القدس الاله الواحد. هنستكمل الرحلة بتاعتنا بسرعة النهاردة مع كتاب السلم إلى الله للقديس يوحنا الدرجي. احنا أخذنا تقريبا 12 سلمة لغاية دلوقتي، لغاية النمرة 12 المرة اللي فاتت. هنتكلم النهاردة السلمة أو العتبة أو نمرة 13، ده تتكلم عن الضجر. الضجر اللي هو الملل، أو الواحد يزهق يبتدي يسأم ويمل يعني. فقديس يوحنا احنا لازم نفكر كل مرة ان هو بيكلم ولاد الرهبان، ولكن حاجات كتير هنلاقي ان هي بتبقى مناسبة لينا احنا كمان لما نحب ان احنا ناخد مبادئ روحية حلوة من الكتاب. فبيتكلم في الضجر، بيقول عند وقوف الرهبان للصلاة يذكرهم الضجر الأحمق بأعمال ضرورية ويحتال بشتى الوسائل لكيما بحجة واهية ينتزعهم منها. يعني الواحد كده لما يجي يقف يصلي يبتدي بقى يقعد يفكر، ده أنا كان ورايا حاجات نسيت أعملها، وبعد ما أخرج من الكنيسة عندي شوبينج، وعندي بعد كده في عايز أساعد الولاد في المذاكرة، وبعد كده أنا نسيت كان في شوية بيلز كان لازم أكتبها. الواحد بقى وهو واقف يصلي كل حاجة كان عايز يعملها برا الكنيسة بتيجي في باله دلوقتي. فبيقول عند وقوف الرهبان، هنا طبعا بيتكلم على أي إنسان واقف يقف قدام ربنا في حضرة ربنا للصلاة يذكرهم الضجر أو الملل، عشان جايز كلمة ضجر مش متداولة، بالأعمال الضرورية. حاجة تانية بيقول إن راقبته تجده إذا وقفت يصارعك لكي تجلس، اللي هو الملل. أنا واقف بصلي يصارعك إن أنت تقعد، وإذا جلست يحثك على الاستناد إلى الحائط والتطلع من النافذة واصطناع ضجة على الأرض بقدميك. يعني الواحد يقعد يتحرك، يقعد ما يبقاش مركز، مدي كل تفكيره كل حواسه في الصلاة وبيخاطب ربنا، يلاقي الملل عمال يحاربه بشتى الطرق ان هو يركز في الناس اللي حواليه، او يركز في طريقة وقفته، او يركز في المكان، يبص ويقول الدنيا حر، الدنيا ساعة، النور مش منور، في لمبة محروقة، في حاجات زي كده. ده كلها بتبقى الواحد مخه راح بعيد خالص عن الهدف اللي هو واقف قدام ربنا عشانه. حاجة كمان بيقول من ينوح على خطاياه لا يعرف الضجر أصلا. الواحد ساعات كتير لما بيبقى حاسس أو سهى عليه أو مش واخد باله إنه هو عليه دين كبير لربنا، الملل بيحاربه جامد. لكن كله هنا بيقول من ينوح على خطاياه، اللي هو دايما حاسس بالتوبة أو عايش في حياة توبة أو دايما فاكر حاطط خطيته قدامه، عمره ما هيجي له ملل، دايما هيبقى فاكر حاطط ربنا قدامه، وحاطط ان هو التوبة والنمو في حياته الروحية اهم، ومش هيقف، مش هيقع في الملل او مش هيقع في الضجر. السلمة اللي بعد كده اللي هي الشره، وهنا بيتكلم عليه بيقول السيد الكثير الاذى، اللي هو الواحد يبقى انسان، الانسان ما بيشبعش. طبعا في هو بيكلم رهبان زي ما قلنا، ودول ناس طبعا طريقه لهم طريقه اكل معينه لهم، وهو هنا مش بيتكلم عن الشره في الماء في الاكل بس، لكن في الاقتناء والماديات، لان هو هيتكلم بعد كده في الزهد عموما، في الزهد في الاقتناء والماديات. فهنا بيقول من يلاطف اسدا كثيرا ما يروده. يعني اذا كان واحد عايز يربي أسد ويلعب معاه لازم يروده. ومن يدلل جسده يزيد في جموحه وهياجه. فهنا بيتكلم عن الجسد بتاعنا، إن كل ما الواحد يديله طلباته أو مشتهياته هتلاقيه إن هو مش هيكون زي أسد مروض، بل بالعكس هيكون ده أسد هايج عليه ودايماً
والأسد الهايج هتلاقي طبعا بيسبب الضرر. تاني أنا لازم بأكد إن هو بيتكلم مع أباء رهبان أو ولاد الرهبان. إذا ضيقنا على معدتنا تذلل قلبنا، وإذا لذذناها تعجرف فكرنا. يعني لو إحنا ادينا جسدنا أو ادينا أحلامنا أو مشتهياتنا فضلنا تفلفل أو إن إحنا نملاها على طول، هنلاقي إن ده بيعجرف فكرنا. يعني زي سليمان ما كان بيقول: لم تشتهي عيناي شيئا لم أمسكه عنهما. فهو حس إنه هنا في موقف زي كده إن فكره كبر وإن هو تعجرف وإن هو ما بقاش فكره روحي. لكن هنا بيقول: إذا ضيقنا على معدتنا تذلل قلبنا. فده دي برضو حلو، حتة حلوة الواحد يفكر فيها قبل الصوم، إنه برضو في الكنيسة بوعي حلو من إرشاد الروح القدس بتدينا المنهج دوت. أنه لأمر عجيب أن نرى الذهن الذي لا جسم له يدنسه الجسد ويظلمه، وأن نرى بالعكس هذا الذهن اللامادي عينيه يطهره أحيانا ذلك الجسد الترابي نفسه ويرهفه. يعني إذا كان إحنا الذهن اللي هو ملوش جسم، أو اللي هي الأفكار أو الحاجات اللي بتعدي في دماغنا، الذي لا جسم له يدنسه الجسد ويظلمه، لأن الجسد بيشتهي وإحنا بنقدم مشتهيات للجسد وبنشبعها له. فهتلاقي الذهن اللامادي هتلاقيه زي ما بيقول هنا يتدنس بسبب الجسد اللي هو عمال ياخد كل مشتهياته. وعلى العكس نفس الذهن دوت بيتطهر لما هذا الجسد الترابي نقدر ان احنا نروضه او ان احنا نظبط له احتياجاته، ويخلي الذهن نفسه يطهر ويبقى مرهف. يتكلم في النقطة الدرجة الخمستاشر عن الطهارة والعفة. الطاهر هو من دفع عشقا بعشق وأطفأ نار الأرض بنار السماء. هنا نار السماء طبعا اللي هي نار الروح القدس. بيتكلم احنا بنتكلم دايما الجسد، لما الواحد بيتكلم في شهوة جوه الجسد بتبقى كأنها نار جواه. لكن هنا بيتكلم الطاهر هو من دفع عشقا بعشق، يعني بدل حاجتين. هو في حاجتين لازم حاجة تتغير، حاجة مش حلوة تتشال وحاجة حلوة تيجي مكانها. فهو بيقول من دفع عشقا بعشق وأطفأ نار اللي هي نار الشهوة الجسدية بنار السماء اللي هي روح ربنا اللي هو هيجي يدخل ويحل في الإنسان. بيقول العفة اسم جامع لكل الفضائل. لما الإنسان يبقى عفيف وجسده طاهر ده بيكون مستودع لكل الفضائل. لا تثق بطين جسدك مدى حياتك، ولا تركن إليه حتى تمثل أمام المسيح. محدش يثق في جسده كتير وما يعتمدش عليه كتير، لا في المجهود ولا في التفكير ولا في الحاجات كتير. الواحد ممكن يبقى فاكر نفسه ياما هنا ياما هناك، وتلاقيه قدام يعني لأنه وثق في نفسه وما اداش مجد ربنا. لا تطمئن إلى تحصنك بأصوامك، فإن من لا يأكل البتة قد أهبط من السماء. يعني الواحد ما يفتخرش بأنه عمال بيصوم وأنه هو واقف وأنه هو بيصلي وأنه هو ما بيأكلش وبياخد أيام طي. فبيقول اللي ما كانش بيأكل خالص، هو بيقصد إبليس طبعا عدو الخير، ده وقع من السماء. يعني هي مسألة الواحد بيتفاخر بأنه بعدد ساعات صيامه أو نوعيات أكله، لكن لأن الشيطان نفسه وقع من السماء وهو أساساً ما بيأكلش. من قهر جسده فقد قهر طبيعته، ومن قهر طبيعته فمن الجلي أنه على الطبيعة. اللي قدر أنه هو يروض جسده يبقى ارتفع عن الطبيعة الإنسانية، وربنا اداله أنه هو ينمو في الحياة الروحية لأنه على الطبيعة واحتياجات الجسد على الطبيعة.
ومن بلغ هذا الحال فهو ينقص قليلا عن الملائكة. يعني وصل ان هو المرحلة ان هو بيقول احنا بيتشبه وقربنا من الملائكة، ان احنا ما بقناش عندنا الجسد بيفرض طلباته علينا، كي لا أقول أنه لا ينقص عنهم شيئا. فهو بيقول يعني إحنا داخلين في مرحلة قربت من مرتبة الملائكة لما الجسد ما بقاش يسيطر، أو اللي هو ما بقاش يقدر يقنعنا بأن إحنا ننزل فيه. إحنا هنقف هنا علشان عندنا دلوقتي الساعة 8:07 ونكمل بعد كده بإذن ربنا المرة الجاية. إلهنا كل مجد وكرامه.